اهلا بيكم. طبعا احنا المرة اللي فاتت في موضوع اخراج الشياطين عرضنا عن احد الناس الاحبة اللي هم بيخرجوا شياطين او متخيلين ان هم بيخرجوا شياطين، وجبنا مثل السيس سعيد عبده لما كان بيتكلم مع الشخص الملبوس بشطندة لمدة نص ساعة أو 40 دقيقة، عمال يحكي له انتوا سقطتوا ازاي وانتوا عملتوا ايه والمسيح عمل لكم ايه على الصليب وانا جوايا ايه بيهلكك وانا مش عارف ايه وحاجات زي كده كمثل. يعني انا لا اقصد هذا الشخص بعينه، لكن انا بتكلم بصفة عامة انه الموضوع ده مش موجود. حابب اقول حاجة النهاردة كده كمقدمة، انه يعني انا كان حصل لقاء بيني وبين حد وذكر بقى موضوع الفيديو كلام من ده اللي انا عملته عن موضوع اخراج الشياطين، وبعدين لقيت هيجان في الموضوع انه انت ازاي بتكذب هذا الامر. يعني لا طبعا في اخراج شياطين وفي شياطين بتسكن في البشر واحنا كمؤمنين لنا سلطان ان احنا. طيب انا بحب دايما لما حد يجي يتناقش معايا، انا في ايدي هذا الكتاب، اوكي، عايزه يجيب الكتاب ونتناقش الحجه بالحجه ونتكلم ايه قصاد ايه، اصحاح قصاد اصحاح. وزي ما قلت قبل كده، انا لما بحب ادرس حاجه بدرسها من التكوين للرؤيه. الحقيقه ان موضوع اخراج الشياطين بيبدا بسفر التكوين الاصحاح الاول، مش موضوع اخراج الشياطين، لكن موضوع الشياطين يعني بيبدا من سفر التكوين الاصحاح الاول لغايه سفر الرؤيه. فانا علشان ادرسه صح لازم ابدا من التكوين للرؤيه. لكن هقول انه ايه الحجج اللي بيستند عليها الذين يؤمنون بموضوع سكن الشيطان في البشر، وازاي الشيطان بيسكن فيهم وازاي المؤمنين بيخرجوا الشياطين. اول حاجه وهي حجة واهية تماما، الدليل الأول عندهم إزاي مفيش إخراج شياطين، ده القسيس فلان بيخرج شياطين والكاهن الفلاني بيخرج شياطين والأخ الخادم الفلاني بيخرج شياطين. هل ده دليل؟ يعني لما حد يقول لي كده، أنا اتقالت لي الكلمة دي من يومين، إزاي أنت عايز تكذب القسيس فلان؟ الموضوع لا موضوع قسيس ولا موضوع كاهن ولا موضوع خادم ولا موضوع مؤمن ولا موضوع مش عارف ايه. الناس دي بشر، مش هقول كلمة تجرح المشاعر، لكن هقول ببساطة شديدة مش دارسي بس. يعني حتى الدارس فيهم هو مقتبس مش دارس. يعني ايه مقتبس؟ يعني جايب شوية آيات تدعم موضوع إخراج الشياطين وعلى أساسهم بيمشي بيسلك هكذا، وده شيء مش مظبوط. الحاجة التانية بقى أو الدليل التاني بقى، إن يقول لك بقى في الكتاب في إخراج شياطين، ويبتدي أول حاجة يقول لك الرب يسوع المسيح كان بيخرج شياطين. وأنا هسأل سؤال، خدوا بالكم أنا بتكلم في الحلقة دي باختصار شديد مش دراسة، يعني عشان أقدم دراسة أنا حتى الآن بصدد تكوين واحد، تكوين الإصحاح الأول. بقول باختصار شديد، أنت بتقول إن الرب يسوع لما كان على الأرض كان بيخرج شياطين. هسأل سؤال، الناس السؤال ده للناس اللي بيخرجوا شياطين، أوكي؟ يا سيد يا محترم، يا قسيس، يا أبونا، يا كاهن، يا أسقف، يا 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 أي حد، اي حد دارس كتاب او اي حد بيقوم باخراج الشياطين. طبعا اللي بيقوم باخراج الشياطين ده مش شخص عادي، ده شخص المفروض انه واعظ ودارس وحاجات حلوه كتير، اوكي. تعال اسالك سؤال، عندنا اربع اناجيل، فور جوسبلز، اربع اناجيل، متى، مرقس، لوقا، يوحنا. متى مكتوب لمين؟ انت كدارس بقى هتقولي مكتوب لليهود. مرقس مكتوب لمين؟ هتقولي مكتوب للرومان. لوقا مكتوب لمين؟ هتقول لليونانيين. يوحنا مكتوب لمين؟ هتقول مكتوب للكنيسة اللي هو احنا. يوحنا مكتوب للكنيسة اللي هو احنا. السؤال الثاني،
لموضوع اخراج الشياطين اللي الرب يسوع عمله كمعجزات اخراج شياطين مكتوب في متى في مرقس في لوقا مش مكتوب في يوحنا. ليه؟ ليه في انجيل يوحنا لم يذكر اي شيء عن اخراج الشياطين اللي هو مكتوب للكنيسه؟ لان الكنيسه ما فيهاش اخراج شياطين، لان الشيطان ما يقدرش يسكن على الارض في زمن وجود الكنيسه على الارض، وده هنقوله لاحقا. اوكي طيب، تيجي الحجة التانية يقول لك طب بلاش الرسل كانوا بيخرجوا شياطين، اقرا سفر اعمال الرسل هتلاقي فيه اخراج شياطين. كلام جميل. طيب في سفر اعمال الرسل ذكر فعلا اخراج الشياطين لغاية اعمال 19. هسألك سؤال، اول مرة ذكرت الكنيسة باسم كنيسة الله في أعمال 20، آخر مرة ذكر أي شيء عن الشياطين في أعمال 19؟ في أعمال 20 كنيسة الله، بعد كده مفيش ذكر لإخراج الشياطين. أوكي تقول لي بس الكنيسة أسست قبل كده، هقول لك سفر أعمال الرسل، إحنا دلوقتي عندنا الأناجيل الأربعة وعندنا رسائل بولس، رسائل بطرس، رسائل يعقوب، يوحنا، سفر الرؤيا. أعمال الرسل ده إيه؟ أعمال الرسل ده سفر تاريخي تحولي. يعني إيه تاريخي تحولي؟ يعني بيتكلم عن تاريخ الكنيسة من بدايتها في أعمال 2 والتغيرات والتحولات اللي ابتدت تحصل فيها لغاية أعمال 20 لما سميت ودعي عليها اسم كنيسة الله. يبقى من أعمال 2 لأعمال 20 كان تحولات بتحصل في الكنيسة إلى أن دعيت كنيسة الله في أعمال 20، وبعدها ما فيش إخراج شياطين. أوكي؟ فسفر أعمال الرسل سفر تحولي. يجي حد ثالث، خدوا بالكم أنا بتكلم باختصار شديد جدا، ما دخلتش في دراسات. يجي حد بعد كده يقول لي طب بلاش إخراج الرب يسوع للشياطين، بلاش إخراج الرسل للشياطين، في آية بقى ما تقدرش تقف قصادها. وهذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمي ويتكلمون بألسنة جديدة. اتكلم بقى في دي. هو الموضوع مش تحدي، الموضوع ان انا وانتم بندرس الكتاب، مش موضوع مين صح ومين غلط. صح فعلا في آية في مرقس 16 مكتوب فيها كده، بس يا مقتبس، مقتبس دي مش شتيمة، يا مقتبس يعني خدت الآية دي علشان تدعم الكلام اللي انت بتقوله او تثبت ان في سكنة شياطين وكلام من ده. هل قريت النص ولا احنا دايما ناخد الكلمتين اللي دعمونا ونلغي الباقي؟ امسح الباقي احسن يطلعنا غلط. هذه الايات تتبع المؤمنين وانا من المؤمنين، اول حاجه يخرجونا الشياطين، ثاني حاجه تكون بعد سنه جديده. ده حبيبي فيها حاجات كتير، فيها يخرجونا شياطين، يتكلمون بألسنة جديدة، يحملون الحياة، إن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم، يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. كم حاجة دول؟ خمس حاجات. يخرجون شياطين، يتكلمون بألسنة جديدة، يحملون الحياة، إن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم، يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. خمس حاجات بتتبع المؤمنين. هل قريت النص من قواعد دراسة الكتاب المقدس؟ لا تقتبس آية وتقطعها وتقيم عليها قاعدة. لا، اقرا النص، ذا كونتكست ذا كونتكست ذا كونتكست، يعني النص النص النص، اقرا النص بيقول ايه. تعالوا كده نرجع للنص ونشوف بيقول ايه. في مرقس 16 اذهبوا الى العالم اجمع واكرزوا بالانجيل للخليقة كلها، من امن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدن. وهذه الايات تتبع المؤمنين، زي ما قلنا يخرجون الشياطين باسمي، يتكون بألسنة جديدة، يحملون حيات، وان شربوا شيئا مميتا لا يضرهم، ويضعون ايديهم على المرضى فيبرؤون. ثم بعدما كلمهم ارتفع إلى السماء وجلس عن يمين الله، وأما هم فخرجوا وكرزوا في كل مكان، وكان الرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالآيات التابعة. يبقى الهدف من هذه المعجزات
أن الرب كان يثبت الكلام، الكرازة اللي بيقولوها بيثبتها بالآيات والمعجزات، لأنه آنذاك ما كانش فيه إنجيل مكتوب يبشروا بيه. أوكي؟ فكانوا بيبشروا وبيكرزوا، ولم تكن الكلمة مكتوبة آنذاك. فكان الرب يعمل إيه عشان يدعمهم ويقويهم؟ يثبت الكلام ده بإيه؟ لأن مجرد تعليم كده وخلاص؟ لأ، يثبت الكلام ده، يثبته بإيه؟ بالآيات والمعجزات زي إخراج الشياطين. طب وكان تكلم بالألسنة اللي هو موجود في الكنائس، أنا ده طبعا ده موضوع احنا بنتكلم فيه بعدين، لكن هو مش مقصود بكده. هو علشان يكرزوا ويبشروا كان لازم العالم كان فيه لغات كتير، فيعمل إيه؟ يخليهم يتكلموا بألسنة مختلفة، ألسنة أرضية يعني إنجلش فرنش جيرمان كل الحاجة، عربي مصري أي حاجة، أي لغة موجودة سبانيش أي حاجة يتكلم، عشان يقدروا يطلعوا ويبشروا، يتكلموا هندي، يتكلموا جريجي، يتكلموا أي حاجة عشان يطلعوا يبشروا. كان لازم يتكلموا بألسنة جديدة مختلفة متنوعة عشان يقدروا يبشروا. فالألسنة مرتبطة بالتبشير. إخراج الشياطين كان بيثبت الآيات بالتبشير. يحملون حيات، انا مش عارف انت دلوقتي يعني لو شفت واحد دلوقتي، الواحد منكم بيشوف دوده في الشارع بيجري من الشارع الثاني وتقول لي لا في ممكن نحمل الحيات، ما البوزي بيحمل حيات، اللي مش عارف مين بيحمل حيات، اللي بلا دين بيحمل حيات، عبد الطبار بيحملوا حيات، ايه يحمل حيات؟ يشيل التعبان على ايده كده يعني، ولا ليه هدف؟ هي طبعا ليها دراسه ثانيه نبقى ناخدها بعدين. وبعدين إذا شربوا شيئا مميتا لا يضرهم، واحد يقول لي أيوه أنا مرة واحد حط لي سم وشربته وما جرليش حاجة، حط لي سم في البيبسي كولا. طبعا الكلام ده يعني مش منطق خالص. ده كان علشان إثبات الكلمة أو تثبيت الكلمة اللي بيكرزوا بيها، ويضعوا أيديهم على المرضى فيبرؤون، برضه عشان تثبيت الكلمة. واحد يقول لي لا أنا عندي موهبة، أنا فعلا واحد قالها لي، كنت قاعد انا وقسيس، مش هذكر اسم لا القسيس ولا الشخص ده، كان قاعد قدام قسيس وقال هذا الكلام، قال انا مره حطيت ايدي على واحد اعمى فتح. راح القسيس ده سخريه قال له بتفتح عين العميان وانت حول، ده حقيقه. ف يعني واحد يقول لك انا بشفي انا بشفي انا بشفي. أنا مرة قابلني واحد مش فاكر كان خادم أو قسيس مش فاكر، بس حد قوي يعني، حلو قوي مش عضلي، لا قوي يعني دارس، يعني برضه مش دارس الدراسة اللي هي العميقة، لا دارس على قده في الجزء اللي يسمح له بأنه يقف على منبر ويوعظ يعني. قال لي أنا كان عندي السكر وبصلي للناس من اجل الشفاء، فقلت ما اصليش لنفسي ليه؟ رحت مصلي لنفسي، حطيت ايدي على راسي، صليت لنفسي، السكر راح. من ساعتها لحد النهارده خلاص نشكر رب، رب شفاني تماما وما بقاش عندي سكر. انا عندي السكر. فانا قلت له طب ما تيجي نقيس لك السكر. واحنا بنتكلم كده في الوقت اللي احنا اللي هو بيقول لي فيه الكلام ده. قال لي خد صباع وقيس. فبقيس له السكر لقيته معدي بالمصري معدي 300. قال ايه ده؟ قلت له اعمل تحليل. تاني يوم راح عمل تحليل. فقال لي فعلا طلع ان السكر عالي جدا عندي، بس انا مش حاسس، انا مش حاسس باي حاجه، مش حاسس باي اعراض، انا من ساعه ما صليت لنفسي مش حاسس باعراض. ابليس بيحاول يا عم ابليس ايه؟ انت عندك السكر يعني عندك السكر. يعني ما بشككش في الشفاء وبشككش في ان ربنا بيشفي وبشكي، بس مش هو ده الهدف. المسيحيه ليست اخراج شياطين وتكلم بالسنه وشفاء مرض، مش هي دي. دي ايات كانت بتتبع المؤمنين علشان خاطر يكرزوا بالانجيل للخليقه كلها. دلوقتي بقى عندي كتاب مقدس، مش محتاج لهذه المعجزات والايات عشان اكرز بالانجيل، محتاج ان انا اقرا هذا الكلام واكلم بيه الناس، في عندي كتاب مكتوب. فرساله العبرانيين الله بعد ما كلم الاباء بالانبياء بانواع وطرق كثيره كلمنا نحن في هذه الايام الاخيره في ابنه، ابنه الذي هو يسوع الذي هو كلمه الله، في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله. هذه الكلمه انا ببشر بها.
بفتح الكتاب واتكلم بيه للناس وابشر بيه، مش في احتياج للايات والمعجزات. نيجي بقى لحته انه ازاي الكنيسه بتحجز. انت بتقول الكنيسه بتحجز فابليس ما يسكنش على الارض. ابليس كان ساكن على الارض وجه للمسيح وقال له حول الحجر ده لخبز ان كنت ابن الله، وارمي نفسك ان كنت ابن الله، واسجد لي ان كنت ابن الله. كان موجود على الارض، وبعد صعود المسيح كان موجود على الارض، لكن بعدما تأسست الكنيسه يقول عنها الكتاب، بيسمي الكنيسه كده او بيدعوها، بيصفها الذي يحجز. يحجز عمل مين؟ يحجز عمل ابليس. تعالوا نشوف الكلام ده فين. في تسالونيكي الثاني الاصحاح الثاني: ثم نسالكم ايها الاخوه من جهه مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا اليه، ان لا تتزعزعوا سريعا عن ذهنكم، ولا ترتاعوا لا بالروح ولا بكلمه ولا برساله كانها منا، اي ان يوم المسيح قد حضر. لا يخدعنكم احد على طريقه ما، لانه لا ياتي، مش لا ياتي اللي هو المسيح، لا لا ياتي يعني ذلك اليوم، إن لم يأتي الارتداد أولا ويستعلن إنسان الخطية ابن الهلاك. وردت الآية في كلمة يقول كده ويستعلن إنسان الخطية، وردت الآية في كلمة يستعلن falling، يعني يسقط، يسقط إنسان الخطية، يعني ترجمة الآية لا يخدعنكم أحد بأي وسيلة، لأن ذلك اليوم، that day، وكلمة ذلك اليوم في عبر الكتاب كله تعني ضيق عظيمة مجيء ملك ألف. أوكي، وده برضو ليه دراسته نبقى في وقته نبقى نقوله. فيستعلى إنسان خطية يعني يسقط إنسان الخطية. طب مش هيجي دلوقتي، أمال دلوقتي في إيه؟ بيقول كده في عدد 5: أما تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم هذا، والآن تعلمون ما يحجز. مين اللي بيحجز عمل إبليس؟ الكنيسة، حتى يستعلن في وقته، لأن سر الإثم الآن يعمل فقط إلى أن يرفع، يرفع يرفع من الوسط الذي يحجز الآن. مين الذي يحجز الآن؟ الكنيسة تحجز عمل إبليس. الكتاب المقدس بيعلمنا هذا الكلام، بيقول في تسالونيكي الأولى إصحاح 4:17: ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء. الكنيسة تخطف، الكنيسة تخطف لملاقاة الرب في الهواء. الهواء ده مكان مين حاليا؟ رئيس سلطان الهواء، الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية، اللي هو مكان إبليس، مسكن إبليس. إبليس ساكن في الهواء، ما يقدرش ينزل على الأرض، لأن في ما إيه؟ زي ما تعلمنا في الآية، يحجز، يحجز وجود إبليس على الأرض. هو ممكن يرمي بأفكار شريرة على الناس، ممكن يخلي الناس تفكر غلط، ممكن يخلي يدفع الناس بالفكر ان هي تأذي بعضيها او تسرق بعضيها او تقتل بعضيها، لكن هو يتواجد على الارض ما يقدرش. زي واحد واقف بعيد وعمال يحدف التاني، او بلغه العصر واحد واقف من بعيد بيضربه بمسدس، او بيضربه بصاروخ ارض ارض، او بيضربه بصاروخ جو ارض، او بيعمل اي حاجه زي كده، بيضرب من بعيد. ابليس بيضرب من بعيد لكن ما يقدرش يتواجد على الارض. أوكي، لأن هناك ما يحجز الكنيسة. لما ترفع الكنيسة في يوم الاختطاف لمقابلة الرب فين؟ في الهواء الذي هو حاليا مكان إبليس. وينزل الرب من بيت الآب ليقابل الكنيسة في الهواء الذي هو حاليا مكان إبليس. الرب مع الكنيسة يتقابلوا في الهواء الذي هو مكان إبليس. إبليس هيطلع لفوق لبيت الآب، مستحيل يعمل إيه؟ ينزل على الأرض. عشان كده ذكر في سفر الرؤيا: ويل لساكني الأرض والبحر، لأن إبليس قد نزل إليكم وبه غضب عظيم، عالما أن له زمانا قليلا. فساعتها هينزل بقى إبليس يلبس الناس، الناس تلبسه وهم حرين مع بعض. لكن حاليا مفيش الكلام ده خالص. هتقول يا ناس، يعني هتولي الناس اللي ملبوسين دول علشان اعالجهم. الناس دي مرضى نفسيا يا جماعه، الناس دي بتعمل اسقاطات، والكلام ده قلناه في الفيديو اللي فات. مش عايز ابقى شخص بيعيد كلام كتير، ارجعوا للفيديو اللي فات، هتلاقوا اللينك تحت الفيديو ده بتاع الفيديو الماضي، انه ناس كتير كانوا موهم، يعني موهومين بانهم ملبوسين بشياطين،
وهم مش ملبوسين ولا حاجة، هم مرضى. يعني واحد إما عنده إسقاطات، يعني بيسقط أخطاءه على حتة أنا مربوط بشطار عشان محدش يلومه، يعني يروح يزعق لأبوه وأمه ومديره ومش عارف إيه، ويسقط ده على إنه أصله ملبوس، يا عيني يا حرام ملبوس بشطار. فعلا يعني دي حصلت زمان، واحد الله يرحمه يعني بكلمه عن واحدة بقول له دي كذا كذا كذا، عمل يعني بتعمل كذا كذا، واحدة تخصه يعني. فقال لي معلش معذورها أصلها ملبوسة، معذورها أصلها ملبوسة. فهو بيعذر كل أخطائها، بيعذرها عليها كل أخطائها، وأعني كل أخطائها بيعذرها عليها حجة بأنها ملبوسة، عشان كده بتطلب ان هي تخدعه، بتطلب ان هي تخونه، بتطلب ان هي مش عارف ايه، بتطلب ان ايه ايه ايه، اصلها ملبوسه يا عيني. فهو بيشفق عليها. ففي ناس بتسقط اخطائها على موضوع انا ملبوس بشتغل اوكي، او معمول لي عمل، او معمول لي سحر، بيسقطوا على الكلام ده. وفي ناس مرضى نفسيا، فهم نفسهم بيتوهموا ان هم عليهم شيطان، ويتكلم انا ابليس انا. ودايما في الكنيسه لان هم تعلموا انا لاجئون، هات لي واحد مسلم انا قال انا لاجئون كده، مفيش الكلام ده. لكن في فيديوهات هنبقى نعرضها فيما بعد طبعا، هنناقشهم واحد واحد، انا وراكم واحد واحد، تعالوا نشوف ده ملبوس بشيطان قال ايه، واثبت لكم ان هو كذاب او نصاب، او مش عايز اثبت حته نصاب، لكن موهوم، لكن مريض، لكن مسقط، لكن كل حاجه. لكن ملبوس بشيطان فعلا دي مش موجوده. انا مش حابب اطول عليكم كتير، ده كان ملخص شديد، ملخص شديد، مش دراسة وافية، ده ملخص شديد عن موضوع الشياطين، أو أن الشيطان يسكن على الأرض حاليا. مفيش شيطان ساكن على الأرض، لكن الشيطان ساكن في الهواء، بيلقي بأفكار شريرة على البشر، لأن في كنيسة على الأرض بتحجز عمل الشيطان. حينما ترفع الكنيسة عن الأرض ساعتها، وإمتى كان بتحجز؟ عشان محدش يقول لي ما الكنيسة كانت موجودة في سفر الأعمال وكان في إخراج شياطين، لا، عندما دعيت كنيسة الله. أوكي؟ لما بقوا مسيحيين بقى كنيسة الله بقى، فساعتها بتحجز عمل إبليس، ومن ساعتها مفيش حاجة اسمها الشيطان بيسكن حد، إلى أن ترفع هذه الكنيسة فينزل إبليس ويسكن على الأرض ويسيطر عليها ويلبس الناس ويعمل كل اللي هو عايزه، ويعمل يخدع ويهلك ويبهدل الدنيا خالص. لكن حاليا مفيش الكلام ده، كل دي خدع. والموفيز الامريكيه والموفيز الهنديه يعني صارت ولا حاجه جنب اللي انتوا بتعملوه. مش هتكلم في كل الديانات، ماليش دعوه، بتكلم في الديانه يعني في الكنيسه او في المسيحيه، او اللي بيحصل من القساوسه والخدام والكهنه وغيرهم وغيرهم في موضوع اخراج الشياطين. الكلام ده مش موجود، الكلام ده مش موجود. وهيكون لنا حلقات تاني تابعة هنكمل فيها الموضوع، هندرس فيها الموضوع، وهنتكلم عن واحد واحد من موضوع إخراج الشياطين. وشكرا لكم وإلى اللقاء.